في حد عايز يسأل حاجة قبل ما نبتدي؟ ممكن كل واحد فيكم يبقى معاه يعني ورقة وقلم كالكوليتر عشان هنحل حاجة، يا ريت يعني. تمام يا دكتور. اوكي. انا امبارح بعت لعمر نجم المحاضرة بتاع الـ Variable Speed Drive عشان الـ LMS ما كانش شغال. وصلتكو جميعا؟ عمر، يا دكتور انا بعتها على الواتس، بعتها طيب. بيتس. ايوه شكرا، انا شفت. ممكن نجهز ورقة وقلم، وكل واحد لو معاه لو معاكوا التمرين اللي هو assignment 07، لو معاك الassignment يبقى كويس. ممكن حضرتك تنزله في الشات هنا؟ طب ما هو عندكم. على العموم أنا يعني هعرضه ساعة الشرح، مفيش مشكلة. طيب أنا الأول، الساعة بقت 10، ممكن نبتدي. أنا الأول هعمل كده، هوريكم فيديوز يعني فيها مراجعة للجزء بتاع الـ Variable Speed Drives. أوكي؟ انا هبتدي اعمل شير للفيديو وبعدين هوقفه، ارجو اعرف انه باين ولا لا. طيب الفيديو كده شايفينه؟ تمام واضح. واضح يا دكتور. وسامعين صوت؟ لا الصوت لا. طيب معلش، ده بيتكلم على زي ما هنشوف دلوقتي continuously variable speed drives، في أفكار ظريفة يعني كده كنوع من المراجعة. لو في حد فاتح الصوت من فضلكم لو في حد فاتح المايك معايا يقفلوا بعدين. اوكي. طيب هنا بيتكلم على البوليز وازاي عن طريق البوليز بيغير السبيدز. خد بالك من العلامة الحمراء على كل طارة، شوف ازاي بتبقى سرعتها أقل أو سرعتها بتزيد، ركز على العلامة الحمراء.
لك من كل شيف والبلت، هنا بستعمل ستيل بلت، وازاي بيقدر يغير السرعه عن طريق التو بوليز. هنا بيأكد على حاجة مهمة قوي، ان الـ length of the belt طبعا مش بيتغير. هنا دكتور، بنتكلم على، نعم هو الميكانيزم اللي بيحصل في تغيير السرعة بيحصل نيوماتيك صح؟ حسب بقى، ممكن يحصل حاجة ميكانيكال وممكن يحصل عن طريق ضغط زيت، حسب بقى، حسب الديزاين اللي هو عامله. هنا بيتكلم على شكل الفي بلت، البلت اللي هو بيغير عن طريق السرعات عن طريق البوليس، ده قطاع للبلت يعني. اتكلم الاول على بلت من البوليمر او الرابر، وبعد كده اتكلم على القطاع اللي انت شايفه ده، والجنبين اللي تحت دول هم دول بتوع الفي بلت. بيتكلم على ستيل بقى ازاي عامله. دكتور معلش، هو ازاي في الصورة اللي قبل دي على طول قال على البلت ده في بلت مش تايمينج بلت؟ قال عليه في بالك، بس هما بيستعملوا يعني التايمينج لانه بيبقى مور فلكسيبل، واخده بالك؟ انا فهو قصدي هنا الصورة اللي ظهرت دي مش اصلا صورة تايمينج، مش في بلت. ايوه ما هو تايمينج بلت، بس هو واخد شكل الفي، واخده بالك؟ عشان بيبقى مور فلكسيبل، اللي هو الصوره دي قصدك عليها صح؟ فهو بيبقى مور فلكسبل، يعني انت لو شفتي تايمينج بيلت ومسكتيه في ايدك ومسكتي في بيلت عادي وتيجي تتنيه كده لجوه، تلاقي التايمينج مور فلكسبل عشان في الفتحات دي، بس هو مش مستخدمه فور تايمينج. اوكي، مش مستخدمه عشان كده. شايفة الفلكسبيليتي؟ هي دي. elements ورا بعض ورا بعض ورا بعض، هيكون منها البلت. بيقول البلتس دي اللي هي الستيل لفيهيكلز بتستخدم او بتنقل باور اكتر من 300 هورس باور. في النهاية يعني عايز يوصلك للفكرة دي. الجزء اللي هنشوفه ده بيتكلم ازاي الشيفز موف، ازاي البوليس دي بتتحرك عشان تديني الفاريشن ان سبيد. يعني اتفرج على الفكرة دي. Centrifugal element ليها ماس معين. هيعتمد على الcentrifugal action اللي هتحرك الرولرز الستة اللي انت شايفهم الزرق دول.
ما السرعة بتزيد كل ما الرولرز دي بالسنترفيوجال اكشن هتبعد عن السنتر او الريديوس بتاعها هيعلى بيزيد. اللي شفناها دي بقى اللي حطها دي من فوقيها دي الشيف، والشيف دي يعني في الرسم اللي احنا شايفينه دلوقتي عشان تطلع لفوق لازم الرولرز تبعد عن السنتر اللي هو كان في الوسط. اهو شايفين ازاي الشيف بتطلع وتنزل، يعني بتبعد اكسيلي وبالتالي السبيد ريشيو بيضايق. شايفين بقى الاكسيال موشن اتغيرت ازاي في اتجاه الاكسيال، الحركه اتغيرت، المسافه بين الاثنين دول اتغيرت عن طريق الرولرز وعن طريق البليت الكونيكال اللي حطها فوقيهم. انا بتكلم انه في بعض السيارات الطريقة اللي شفناها قبل كده دي بتاع السنترفيوجال اكشن بيقول مش يعني ما بتبقاش صالحة، فهنا بيستعمل الاصفر اللي انت شايفه ده اويل اندر اويل بريشر. اويل بريشر جاي من اويل بامب بيحرك الشيف او البولي الزرقاء دي بيقربها من اللي على اليمين، وبالتالي المكان اللي هنا ده بيتغير السايز بتاعه وبالتالي البلت البوزيشن بتاعه بيتغير. طيب أرجو إن يعني الفيديو ده يكون مفيد ليكو. أنا هوريكو فيديو تاني برضو على السي في تي، يعني حاول تركز فيه لأن الفيديوز دي بتبقى يعني ظريفة. كده الصورة باينة. تمام يا دكتور. طيب ده هنا بيتكلم على السي في تي في السكوترز، برضو ركزوا برضه بيستعمل في بيلت بس بشكل التايمينج عشان الفلكسبيليتي مش عشان اي حاجه خاصه بالتوقيت. هنا بالشرح عن ازاي السرعه بتتغير، وبيقول هنا ان السرعه infinite speed ratios، يعني اي position للبلت هيدي لك
سرعة مختلفة، وبيتكلم بقى ازاي بتحصل. فبيتكلم على الكونيكال بليتس زي ما خدنا في المحاضرة، طبعا هنا في compression spring علشان دايما تخلي ال two sides بتوع البولي under compression، يعني في force بيضغط على البلت عشان ما يحصلش slip. يشرح بقى ازاي العملية دي بتحصل في السكوتر. هنا السرعة اللو ار بي ام، فالرولرز السودا اللي انت شايفها دي تبقى قريبة من المركز، قريبة من السنتر. كل بقى ما الانجن سرعته بتعلى الرولرز دي بيحصل لها ايه؟ بالسنترفيوجال اكشن في فورس ام اوميجا سكويرد ار بيبعدها عن السنتر. هنا هيشرح لك بقى بالسلو موشن ازاي بيتغير الديامتر. طبعا هنا باين الحبايب، نشوفه تاني الديامتر بيتغير. يستخدم زي ما خدنا في السنترفيوجال كلتش ارمز او بلوكس او شوز، برضو دي بيفوتت في النقط السوداء اللي انت شايفها، ولما السرعه تزيد الارمز دي بتطرد لبره، والسبرينجز دي طبعا اكستنشن سبرينجز عشان ترجعها تاني. نشوفها برضو، فكرتها ظريفه قوي اهي. الارمز بيحصل لها ايه او البلوكس ازاي بتتفتح نتيجة الروتيشن والسنترفيوجال اكشن. وطبعا لما بيحصل انها بتخرج لبره بتطرد لبره بيحصل كونكشن هنا في فريكشن بليتس، في ثلاثة بلوكس اهم فريكشن لاينرز. بس والكلاتش بقى هو اللي بينقل بالجيرز للعجلة بتاع السكوتر. أرجو يعني يكون الفيديو ده ظريف وحلو استفدتوا منه. طيب نرجع تاني بقى، هعمل شير. طيب كل واحد دلوقتي معاه ورقة أو قلم وكالكوليتر عشان هنعمل شوية حسابات.
جاهزين يا عمر؟ تمام يا دكتور. طيب اوكي. طيب دلوقتي قدامنا الاساينمنت اللي كنت بعتها اللي هي دبل بيفلت رولر فاريبل سبيد درايف. هنا بقى مش بيستخدم بيلتس، فاحنا شفنا البيلتس، هنا بيستخدم طريقه تانية باستخدام رولرز. طيب ايه اللي عندي هنا؟ نبص بقى في التمرين كده. ده التمرين اللي انا بعته لكم قبل كده، ونحاول من فضلكم حاولوا كده تركزوا معايا عشان نفهمه بسهولة، وكل واحد يبقى معاه الكالكوليتر بتاعه عشان نقدر يعني نحسب أي حاجة عايزينها. أول حاجة الرسمة اللي احنا شايفينها دي دبل بيفلد كون رولر فاريبل سبيد. دبل بيفلد يعني هنا عندك رولر وهنا تحت في رولر تاني، وهو مسميها بيفلد او كون عشان التلامس على على مخروط، زي ما نشوف هنا اهو التلامس. هنا الحته اللي فيها التلامس دي سطح مخروط، يمكن رولر اسطوانيه سلندريكال، ولكن هنا في جزء تلامس على جزء مخروطي. انا يمكن قلت السبب بتاعه او مش فاكر جايز ما قلتوش، سبته لكم تفكروا فيه. مديلك الباور، الفاريبل سبيد درايف يونت از كونكتد تو ان الكتريك موتور، مديلك السرعه، ومديلك هنا ادي الدخول، دي ناحيه الانبوت كويس، وبعد كده عندك هنا ده الاوتبوت شافت. يعني هنا في سرعة عند الانبوت وهنا في سرعة عند الاب. طيب بيقول الـ variable speed drive unit is connected to an electric motor rated at كذا by a V bell drive which reduces the motor speed to about 1300. يعني في موتور كهرباء بيشتغل بسرعة 1450. الموتور ده متوصل بـ V belt drive، توصل لايه؟ لليونت دي، وبيحصل ريدكشن ل 1300 ار بي ام. يعني حد يقول لي كده السبيد ريشيو يبقى كام؟ يعني خليكوا اكتف معايا بقى مش هنقعد كتير وقت. ها 1.11 تقريبا، اللي هي تيجي منين؟ رد يعني ايه تيجي منين؟ يعني حسبت السرعه دي على السرعه دي الانبوت على الاوتبوت 1450 على 1300 بالظبط. يعني هنا لو عملنا كده منظر صغير قوي كده، هنا في موتور اهو ام، هنا في موتور، الموتور ده طالع منه في بلت بولي، هنا اهو في طاره صغيره كده في بلت، الفي بلت بولي دي بتدي بسير لطاره تانية راكبه هنا خلاص. يبقى سرعة الدخول لليونت دي عبارة عن كام؟ سرعة الدخول لليونت دي 1300 ار بي ام. انما من الموتور لليونت مفيش فاريشن ان سبيد، يعني هو هي نسبة ثابتة 1450 على 1300. بعد كده ال 1300 اللي بتخش بقى لليونت، في هنا شغل بيحصل، في تغيرات هنا بتحصل تطلع لي سرعة تانية خالص عند الاوتبوت. طيب اليونت دي مديلك الديسكس. انا عندي كام ديسك؟ لو بصينا عندي ديسك، انا هشاور هنا، عندي ديسك A وديسك B وديسك D. مديلك الاقطار بتاعته الماكسيمم دايامترز، وبعد كده في جيرز.
في تلاتة جيرز، في الجير نيجي نعلم كده عليه بلون تاني، في عندي تلاتة جيرز، عندي الجير E والجير F والجير G. كويس. وبعد كده بيخرج هنا الاوتبوت بتاعي. طيب اليونت دي ايه اللي طالبه منك؟ عايز السبيد رينج، يعني ال 1300 اللي دخلت هنا بتخرج الاوتبوت هنا السرعات الخروج كام؟ كالكوليت المينيمم والماكسيمم سبيد ريشوز. طب هو انا عندي سبيد ريشوز مختلفه؟ لان هنا في عندي فاريشن اوف سبيد، فممكن هنا تخرج سرعه ان 1، ممكن تخرج ان 2 ان 3 ان 4، فاي سرعه لو داخل بقى 1300 وخارج ان 1 يبقى في سبيد ريشيو، لو داخل 1300 وخارج ان 2 يبقى في سبيد ريشيو. طب انا عندي كام ان 1 وان 2 ان 3 ان سو اون، عندي 10 عندي 20 عندي 60 حسب الحركه بتاعتك. طيب لو جينا نبص من فضلك يبقى معاك ورقه وقلم عشان يعني ما تتوهش مني في الحسابات. طيب دلوقتي انا عندي ادي الانبوت بتاعي، الديسك ده، الديسك ده اللي انا بشاور عليه اللي هو ديسك A، شايفين ديسك A؟ ديسك A ده انا رسمه هنا اهو A. طبعا لازم نعمل كده سكتش بسيط علشان نفهم منه بقى، نبتدي نحلل السيستم بتاعتي. الديسك A ده اوكي بيعمل ايه؟ الديسك A ده بيتحرك عليه زي ما انتوا شايفين هنا، ادي الديسك A بيتحرك رولر، اهي الرولر دي، الرولر دي ممكن تتحرك تنزل 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 لغاية السنتر، وممكن تطلع 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 لغاية هنا اهو. خلاص. طيب نشوف هل الرولر دي متاح ليها الحركة من اخر ايه للسنتر بتاع ايه؟ عشان ارد على السؤال ده هبص للرولر، الرولر دي لمسة مين؟ لمسة الديسك بي. طيب الرولر وهي نازلة لتحت لو وصلت للسنتر هنا هتبقى ثابت بي، ما ينفعش، دي بتعمل ترانسميشن فروم اي تو بي، يبقى الرولر وهي نازله ليها حدود هنا تيجي من بي، وهي طالعه ليها حدود تيجي من اي، يبقى كان عندي هنا ادي اي وادي بي. خلاص. طيب هو مديني سايزز، كان مديني ان الاي الماكسيمم بتاعها 320 ده في الجدول اهو الموجود، والبي والدي 200. خلاص. طبعا اللي بيحصل من فوق هنا هيحصل تاني تحت، بس سيبك انت دلوقتي من تحت، الرولر دي بتطلع وتنزل بايه؟ حد يقول لي الرولر دي ازاي بتطلع؟ نعم ليفر او حاجه. انت شايف ايه الرسم؟ باور سكرو. بالظبط، باور سكرو. خلاص. الباور سكرو ده لو بصيت عليه الاقيه يبتدي من هنا، هنا بيركب هاندل، هاندل هنا مدوره زي عجله يلف بيها الباور سكرو ده، ماشي بقى من فوق كده، بص شايف الايد اللي انا بحركها، ماشي 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 لغايه السابورت بتاعه هنا، وراكب عليه كام رولر؟ حد يقول لي؟ اتنين رولرز، تو رولرز. لو دي نازله تبقى دي ايه؟ طالعه، يعني رايت رايت اند ليفت السكرو بتاع الباور سكرو. لو دي، لو الرولر دي نازله هتبقى دي طالعه، لو الرولر اللي فوق طالعه هتبقى دي نازله، يعني بيشتغلوا
عكس بعض. طيب يعني البار سكرول اللي فوق مثلا لو يمين، لو السريد بتاعه يمين يبقى السريد التاني شمال يعني عكسه. ايوه بالظبط، رايت اند ليفت، عشان انت لما تلف كلوك وايز واحد يطلع واحد ينزل، ان هو وان باور سكرو، ما هماش اتنين، هو وان باور سكرو. ما ازاي يدفر يعني اتنين، ازاي وان ومربوطين باتنين رولر؟ ازاي ايه؟ ازاي اتنين باور سكرو؟ مش اتنين، احنا قلنا واحد. سوري، ازاي واحد باور سكرو مربوطين باتنين رولرز؟ يعني ايه؟ انت يعني عندك باور سكرو، امسكي قلم كده، امسكي قلم في ايدك اللي بتكتب بيه، ماشي خلاص قلم ماسكه بايدي اليمين وبايدي الشمال، في رولر جنب ايدي اليمين ورولر جنب ايدي الشمال، ايه المشكلة؟ ممكن احط 4 رولرز لو عايز. تخيلي، بصي، تخيلي الرولر هي نوت، خلينا لغايه دلوقتي، يبقى انا ماسك باور سكرو عليه 2 نوتس، فيها مشكله دي؟ لا 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 خلاص، في رايت هاند ثريد وفي ليفت هاند ثريد، لو لفيته يا اما النوتس تقرب يا تبعد من بعض، مفهومه الحته دي؟ ايوه انت خلاص. اوكي، يبقى السكتش ده، السكتش ده بكل بساطه لو انت معاك يعني ورقه وقلم وعايز تشتغل فعلا، ابتدي معايا ارسم السكتش ده from A وادي B، ايه اللي بين A و B هنا؟ في ايه هنا؟ في الحته اللي انا بحرك ايدي دي، في رولر، في رولر. بعد كده الرولر هتنقل from A to B، وبعد كده B الشافت بتاعه راكب عليه ترس اسمه E، اول ما البليت بي او الديسك بي هيبتدي يلف، الديسك اي هيبتدي برضو يلف، اي بقى جير مش ديسك، اول ما الديسك بي يبتدي يتحرك الجير اي يبتدي يتحرك، لما الجير اي يبتدي يلف ماشي مع جير اسمه جي، هيلف في الجير جي، وجي على الاوتبوت على طول زي الرسمه اهي، ادي الديسك بي وادي الجير اي وادي جير صغير قوي هنا اسمه جير ايه؟ اسمه جير جي. سيبك من الكلام اللي تحت دلوقتي، خلاص؟ يبقى انا عايز الباور بتاعي يتنقل from A to B عن طريق الرولر، B راكب على نفس الشافت بتاعه جير اسمه اي، الجير اي يدي another gear اسمه G ويطلع الاوتبوت. طب التغير السرعة هيجي منين؟ سؤال، هل هيجي من الريشيو من E ل G؟ لا، هيجي من الريشيو بين ال A وال B. بالظبط، يبقى عندي انا هنا في اليونت دي، فاكرين كان في موتور كهرباء وكان في بلت نزل من 1450 ل 1300، دي constant speed ratio، في كمان constant speed ratio تاني from E to G حسب الديامتر، يعني لو الديامتر بتاع E قد الديامتر بتاع G 3 مرات يبقى في نسبة تخفيض التلت أو زيادة في السرعة 3 مرات، يعني speed ratio المهم. إنما ال CVT أو ال variable speed drive هي في حتة الرولر والديسك A والديسك B. طيب خلاص، نيجي نكمل، نيجي نبص بقى، انا قلت البوزيشن بتاع الرولر وهي طالعه لفوق هتعتمد على مين؟ هتعتمد على بي، هتعتمد على الرولر ملامس لبي ولا لا؟ بالظبط. اوكي طيب، هنبص بقى لايه وهي طالعه، وهي طالعه لفوق وهي نازلة، يعني عايز اجيب حاجة اسمها ايه؟ extreme positions. فهاجي اقول position 1 اقل diameter لايه واكبر diameter لبي، position 1، position 1 هيديني اكبر diameter لبي يعني اواخر بي، كويس؟
والمينيمم اللي هو اصغر حاجه لايه. طيب هو مديني بي، لو بصينا في الجدول مديني بي 200 ملي، اوكي الدايمتر بتاع بي كام؟ 200 مليمتر. فاقص انا بقى كاتب هنا كلمه سي كانها اسيوم، انا افترضت ال 200 ملي بتاعت بي انا هوصل ماكسيمم 150. ممكن واحد يفترض مثلا بقى حسب الكونستراكشن دي تتحرك وعشان يبقى فيه يعني سبيس عنده زياده، فانا افترضت ان الماكسيمم 150 بدل كام؟ بدل 200. طب المينيمم لايه؟ خد بالك انا بتكلم على دايمتر، انا افترضت المينيمم ايه؟ 100 ملم. ممكن واحد يفترضها 90 مثلا، اللي هي خد بالك وهو نازل طبعا ده بيرجع لي المسافه بين الشافت ده هو اللي عملته بالاخضر والشافت ده هو. طبعا دي تقدر انت تجيبها لما تبتدي، هو مدي لك الدايمترز الرئيسيه، تقدر ترسم الدايمترز دي كسكتش بالنسبه للتروس، يعني القطر بتاع ايه، ايه ده قطره كام؟ 240 كويس، والجي قطره كام؟ يعني ده الدايمتر ده 240 والدايمتر بتاع جي 100 مديوني كام؟ 120 صح؟ يعني السنتر ديستنس، السنتر ديستنس بين الشافت بتاع الديسك بي والاوتبوت شافت، السنتر ديستنس دي تبقى كام؟ حد يحسبها؟ نعم 180 ملم صح؟ اللي هي 240 زائد 120 على 2، يعني انا عندي هنا مسافه كده بين دول تساوي 180، يعني هنا عندي مسافه كده اللي عاملها بالازرق انا دي 180 مللي. فخد تقدر تقدر بقى الدايمنشنز، فنفترض ممكن انت تعمل غير الارقام دي 100 و150. طيب يبقى الان اوتبوت بكام؟ هتبقى لو جينا نحسبها نجيبها منين بقى؟ حد يقدر يشوف دي جت منين؟ الان اللي داخله ها يعتبر في الجر الشيو يعني، بس هنزود عليها كمان الدايمترز بتاعت ال، يعني هنضرب في الريشيو كمان بتاعت الدايمترز بتاعت الديسكس بتاعت الديسكس كويس، اللي هم كام بقى بتوع الديسكس؟ المية والمية وخمسين، ادي المية اهي وادي المية وخمسين، وبعدين عندي الميتين واربعين وعندي المية وعشرين كويس. فده وعندي، وانا هنا انا حسبت على 1450، انت هتحسب بقى على كام؟ المفروض احسب على كام؟ ها المفروض احسب على 1300 بالظبط بالظبط. خد بالك بقى انا هنا حاسبها، ما كانش الاول ما كنتش حاطط الفي بيلت الاول، حاسب على اساس ان انت حاطط الموتور دايركت بالظبط، اديك خدت بالك عشان انتوا تعيدوا الحسابات تاني خلاص. فانت هتحسب بقى على 1300، هيطلع لك هنا سرعه، السرعه اللي طلعت دي عند البوزيشن اللي هو احنا مسمينه بوزيشن 1 خلاص، اكتب الرقم ده اللي طلع لك، بس من فضلك انت هتصلح الحسابات، انا مجرد بنعمل حسابات كده. هنيجي بوزيشن 2 بقى، بوزيشن 1 كنا واخدين مينيمم دي اي وماكسيمم دي بي، هنعمل العكس، هاخد ماكسيمم دي اي، انا عندي دي اي كان مسموح لغايه 320، اخدت 280 هنا طبعا عشان الحركه، ها واخدت المينيمم 80،
يبقى برضو اقدر اجيب ايه؟ اجيب ال N O اهي بالقانون اللي انا كاتبه ده. يبقى كأن كده لو انا في position 1، لو انا في position 1 السرعة هتطلع لي كام؟ 1933 RPM عند الخروج. لو انا في position 2 تطلع 10,000 وحاجة. شايفين الفرق؟ اللي قبلها كانت 1900 تقريبا، ودلوقتي 10 مرات زادت جدا. كويس، بتغيير الرولرز. انما التروس ادت ريشيو ثابت. ولو انت حاطط، خد بالك، لو انت حاطط في بالت اللي احنا قايلين عليه بدل 1450 هتكتب كام؟ حد يقول لي؟ 1000 1300 هكتب 1300. هي يعني مش هتفرق كتير قوي على فكرة، بس ايه احسبها انت بالصح يعني. خلاص، طيب هنيجي هنا سبيد رينج وسبيد ريشيو. دلوقتي ال 1933 والتانية كانت 10,000، يعني النسبة بينهم طلعت كام؟ 5.25. لو قسمت الاثنين على بعض، يعني انا جبت اعلى اوتبوت واقل اوتبوت سبيد، طلع الريشيو بينهم كام؟ 5.25. هنا اقدر اجيب الفرق كمان، انا مش كاتبه هنا، انت تقدر تحسبه. حد يحسبه لي كده؟ 10,100 ده السبيد رينج. يعني في فرق بين كلمة سبيد ريشيو وسبيد رينج. طيب تعالوا نبص، الماكسيمم سبيد ريشيو دخل 1450 وخرج 10,000، يبقى اداني سبيد ريشيو بكام؟ حد يحسب لي كده الارقام دي مظبوطه ولا لا؟ تمام، الطلعه دي صحيحه والاثنين صح. كويس، طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان السبيد ريشيو، لو واحد جه قال لي اليونت دي شغاله بسبيد ريشيو كام؟ ما اقدرش ارد، هقول له في اي بوزيشن لو كنت في الماكسيمم بتديني سبيد ريشيو 7 مرات، يعني السرعه زادت 7 مرات. طب لو انا في المينيمم بوزيشن السرعه زادت 1.33 مره. اوكي، طيب هاجي هقول حاجه تانية كده هنا، ثواني كده عايز اشرحها لكم. لحظات، طيب دلوقتي انتوا شايفين سلايد فاضية؟ تمام، فيها بس العنوان. اوكي، طيب انا عايز اشرح ايه بقى هنا، هركز خد بالك من حتة كلمتين كده، سبيد رينج وسبيد ريشيو، ايه الفرق بينهم؟ انا لو عندي شافت وده انبوت سبيد، هنسميه مثلا ان اي، يعني ان انبوت. الشاف ده زي ما شفنا في المسألة دي اداني سبيدز مختلفة، يعني زي ما شفنا فوق اداني 10,000 وشوية، ومرة اداني 1900. كان الانبوت هنا كام؟ هنتكلم من غير الفي بلت، كان 1450 صح؟ لو افترضت كده، اوكي؟ 1450. السبيدز اللي طلعت، حد يقول لي كانت كام؟ كانت 1933، مظبوط؟ يعني لو جيت انا رسمت على الشارت دي، يبقى فين الاوتبوت سبيد؟ يبقى تحت الرقم ده ولا فوقيه؟ يبقى فوقيه، وليكن هو ده. يعني هقول الرقم ده 1933،
33 دي على الأرقام اللي احنا طلعناها يعني. طيب السبيد التاني فين؟ كان 10,150. نعم؟ هيبقى تحت، هيبقى فوق شوية، هيبقى هنا مثلا 10,150 RPM. بمعنى تاني ان اليونت دي ممكن تديني سبيد، ناخد بالنا بقى كده اهو، وممكن تديني سبيد كده اهو، يعني اللي داخل 1450 بتخرج اول واحده اهي 1900 وحاجه و10,000 وحاجه، خلاص. يبقى ناخد بالنا، يبقى المسافه من هنا لغايه هنا، المسافه دي بنسميها السبيد. سبيد ايه بقى نسميها؟ سبيد ريشيو ولا سبيد رينج؟ رينج كده يبقى سبيد رينج. سبيد رينج من 1900 وحاجه ل 10,000 وحاجه، ده السبيد رينج. السبيد ريشيوز تبقى كام؟ السبيد ريشيو يجي منين بقى؟ هتبقى يا اما 10,150 على 1450، يا اما 1933 على 1450. بالظبط. لو انا خدت الرقم ده وقسمته على الرقم 1450، اوكي، يديني سبيد ريشيو. لو خدت ال 1933 وقسمتها على 1450 يديني سبيد ريشيو. اوكي. طيب ممكن انا كمان، اتفهمت فرق السبيد رينج من السبيد ريشيو؟ اوكي. ممكن انا كمان اعمل ايه؟ اطلع سرعه تانيه من الرقم، من النقطه دي من هنا لهنا، ممكن انا اطلع سبيد كده اهو، ده سبيد تاني، صح؟ لو طلعت انا السبيد ده ان او ان اوتبوت واحد، يبقى السبيد ريشيو كام؟ ان او واحد على 1450. بالظبط. انما السبيد رينج كما هو لم يتغير، وبالتالي انا ممكن اطلع كام واحده ان او 1؟ ممكن اطلع واحده هنا، ممكن اطلع واحده هنا، حسب بقى الاكيرسي بتاع اليونت بتاعتي. يعني ممكن اطلع 20 سرعه، ممكن اطلع 30 40، مفروض نظريا اتس انفاينايت، بس طبعا عشان الكونتاكت مش هتفرق قوي لما الباور سكرو يرفع الرولر مثلا نص ملي، جايز ما تفرقش. انما دي فكره السبيد رينج والسبيد ريشيو. طيب في حد عنده سؤال في الحته دي؟ طيب اوكي، ممكن بقى نعمل حاجه تانية، حاجه ايه مختلفه شويه. تعال بص، انا هرسم لك دلوقتي، هقلب يعني هروح صفحه تانية وهرسم ده الانبوت، خلاص، وعايز اتكلم على السبيد رينج. ممكن ده ان انبوت، السبيد رينج ممكن يبقى عامل كده، يعني ادي اوتبوت وادي اوتبوت. حل تاني، ممكن ده الانبوت والسبيد رينج عامل ازاي؟ عامل كده. حل تالت، ممكن الانبوت اهو والسبيد رينج عامل ازاي؟ هل الثلاث حالات دول ممكنين؟ ممكن يحصلوا؟ يعني ده ان اي، وده برضو ان اي، وده برضو ان
اي. هل حد شايف فرق بين الثلاث حالات دول؟ ركز كده وقولوا لي ايه الفرق بين الحالات دي. هو اللي انا فاهمه ان اول واحده دي الاوتبوت ممكن يطلع لي اكبر او اقل من الانبوت، تاني واحده انا متاكده ان هو يطلع دايما اكتر من الانبوت، تالت واحده هو دايما هيطلع، يعني ده غرضي اصلا انا اطلعه اصغر من الانبوت. فده هعمله ازاي بقى؟ عن طريق الديسكس اللي انا بستخدمها والديامترز او الجيز او كده يعني. بالظبط بالظبط. يعني انا في المساله بتاعتنا كان الان اي علاقته بالان اوتبوت، الاوتبوت كانوا دايما اكتر. هنا عندي ثلاثة examples، ثلاث حالات أقدر يكونوا عندي. وطبعا زي ما أنت قلتي ده بيرجع لي الديزاين بقى، الريشوز كلها ريشوز تغيير إيه؟ مين اللي رد عليا؟ أنا هنا. هنا قولي لي هنا إيه يعني، إيه اللي أقدر أعمله في اليونت اللي فوق دي اللي شفناها لو عايز أعمل الثلاث حالات دول، إيه اللي هغيره؟ ولا انا عارف انه اكيد دايمترز، في دايمترز هي اللي هتتغير بس انا كلها مش سايزز. اه كلها دايمترز، ملهاش دعوه بالتورك ترانسميشن صح؟ لا لا ملهاش دعوه بالسرعه بالابسوليوت فاليو يعني. لا ملهاش دعوه ملهاش دعوه بالباور. واضحه الحتت دي؟ اه طيب نكمل. ليها علاقه بالتغيير البوزيشن بتاع ديسك ايه؟ ما هو لا هو الدايمترز، ما هو الديسك ايه، الديسك الرولر هيتغير، الرولر بيطلع وينزل. اوكي بس كله لعب في الديامترز. قصدي يعني مثلا لو الديسك ايه مثلا ابتدى من الاخر خالص وبيتحرك بيرجع وهو بيقلل في السرعة، لأما لو بيطلع لقدام فهو بيزود السرعة كده يعني. ايوه بس لاحظ البوزيشنز في ليميتس، في مينيمم وفي ماكسيمم، خد بالك يعني. طيب لو جينا بقى في الرسمه دي، هنا فكره السايزز اللي كنا جايبينها، ادي الرسمه اهي وادي الرولر ولمسه عند ايه، وهنا انا راسم لك الرولر في الجنب، اسف ده الديسك، الديسك ايه بس هنا انا باخد السرعه عند النقطه دي اللي انا هعمل عليها بالاحمر، قلنا في ماكسيمم وفي مينيمم. كويس خلاص. ففي عند ايه اهي قيمه في اي دي اللي احنا كاتبينها هنا، عباره عن ان انبوت في الدايمتر بتاع ايه، اي دايمتر بقى حسب هو فين، حسب الرولر، الرولر ده اللي هو بيطلع وينزل هو موجود فين، يجيب الدايمتر بتاع ايه اهي الفي اي. طب الفي اي النقطه بقى المقابله لايه على الرولر، تبقى ان ار اي اللي بالنسبه للرولر، سرعه الرولر في دي اي بتاعه الرولر. خلاص يبقى من هنا اقدر اجيب سرعه الرولر وهي عند النقطه ايه. هل سرعه، حد يرد، هل سرعه الرولر ثابته مع تغير بوزيشن بتاع الرولر؟ يعني معلش تاني السؤال ايه؟ هل سرعة الرولر اللي هي ان ار اي هل سرعتها ثابتة؟ يعني افرض الان ار اي دلوقتي حسبنا كده طلعت 1000 ار بي ام، لما الرولر تطلع وتنزل هل ال 1000 دي ثابتة ولا متغيرة؟ متغيرة. نعم متغيرة. ايه رأيكم؟ متغيرة ليه؟ لأن داخل فيها مين؟ لأن المسافة مسافة الريدكشن داخل فيها دي اللي أنا عملتها بالأحمر دي، دي إيه؟ مش الدي إيه دي ليها مينيمم وليها ماكسيمم، فإذا سرعتها متغيرة. يبقى أنا من هنا جبت سرعة الرولر، سرعة الرولر دي حوالين أي محور؟ لو بصينا كده حوالين أي محور؟ الميوتيوال حوالين الدايمتر، أو حوالين المحور ده الأزرق ده. أوكي؟ طيب لو يبقى إحنا جبنا هنا حاجة اسمها NRE، لو نزلنا لتحت
اوكي السلايد اللي بعدها يعني نجيب سرعه الديسك بقى عن نقطه بي في بي ديسك تساوي ايه؟ تساوي ان اي ان اي اللي هو سرعه مين؟ سرعه الجير في الدايمتر بتاع بي بي ده على مين؟ ده على الديسك. هل في بي ديسك هو في اي رولر؟ يعني انا لو خدت الرولر دي ورسمتها بره الرولر الصغيره دي دي كانت عامله ازاي؟ كان في محور اهو وبعد كده ادي الرولر. لو رسمنا الرولر عامله كده ده السلندريكال، بعد كده الرولر فيها جزء هنا كونيكال معايا اهو، الرولر فيها جزء كونيكال هنا وفيها جزء كونيكال في الناحية التانية اهو، دي الرولر. فين بقى الديسك ايه؟ عايز ارسم الديسك ايه؟ هرسمه لك بلون تاني ان شاء الله يطلع صح. ادي ده اهو اهو الديسك ايه. لاحظ حاجة مهمة قوي، حاجة مهمة جدا هكبرها لك عشان تشوف الحتة دي لازم تبقى ايه؟ حد يرد تلامس هنا لازم يبقى ايه؟ على خط. ما انا عارف على surface point. ماله؟ بقول surface يعني ما يكونش point. ايوه الرولر مخروط فهيبقى التلامس على لاين، بس اللاين ده ماله؟ حد كده يركز ويقول vertical يعني؟ نعم vertical. vertical كويس، لان محور ايه؟ horizontal والسطح ده اهو vertical، فعشان كده عاملين الكون. نيجي بقى للديسك بي، الديسك بي كويس، ديسك بي هيبقى كده اهو مثلا خلاص، بس اي منظر اهو ده بي، البي برضو المحور بتاعه افقي كويس، يبقى هنا الحته دي لازم تبقى ايه؟ تبقى راسي كويس، وهنا دي لازم تبقى راسي، فيبقى البوزيشن بتاع الرولر باين خلاص اهو انا عملتهم لك بالاحمر. السؤال اللي يفضل بعد كده المحور الأزرق ده مع الرأسي، المحور الأزرق مع الرأسي بيعمل إيه؟ بيعمل زاوية. المحور ده مع الرأسي بيعمل زاوية، الزاوية دي قيمتها كام؟ نفس قيمة الكون، الزاوية بتاعت الكون نفس، يعني هنا لو خدت انا خط رأسي كده هنا في انجل سميها الفا مثلا، الزاوية دي بكام؟ نقول رقم يعني؟ قول ممكن من 45 ل 60 مثلا، من 45 لل 60. طيب ده افتراض، هل الزاويه دي ثابته ولا متغيره؟ في كل رولر هي ثابته، كل رولر ثابت يعني، وانا بغير السرعه هل الزاويه الفا بتتغير؟ لا لا ثابته خلاص. طيب اوكي، فالزاويه دي هتتحدد اولا، السؤال اللي انا مره سالته في المحاضره ليه الزاويه دي مش بزيرو ويبقى الرولر بيلمس على السطح الغامق ده والسطح الغامق ده؟ عشان الكونتاكت ما يبقاش على مساحة يبقى واخد كذا دايمتر في نفس الوقت. طيب ده رد مش وحش يعني. حاجة تانية او ممكن عشان المينتننس كمان،
المينتنس ماله ده، بالعكس دي لما مالت صعبت القصة. يعني انت لما تيجي تعمل الكونستراكشن وتشوف الرولر دي ممسوكة ازاي في الباور سكرو، تلاقي يعني مش سهلة، مش سهلة في الكونستراكشن يعني. طيب فالكون هنا قلل مساحة التلامس، طول الخط المتلامس قل، مظبوط. حاجة تانية، هل يعني انا لو عند الحتة دي اللي انا هعمل عليها بالازرق دي، شايفينها التلامس اللي هو على المخروط، اه تمام زي. هل الحتة دي بيقع عليها فورس؟ المفروض فيه رد فعل المفروض من فيه ما بين الأولى والديسك. اوكي، مفروض في فورس هنا. طبعا الرولر ده لو كان لوس بين A و B مفيش حاجة هتتنقل، ولا باور ولا موشن. يعني هنا في فورس ده ايه؟ لو انا خدت الرولر هيجي كده، ولو جيت لهنا بقى على ايه برضو هيبقى في فورس جاي كده. دي فورسز واقع على مين؟ على الرولر. على الرولر، لو انا خدت الرولر as a free body diagram، خلاص جاي فورس من هنا اهو، سميه مثلا سميه الفورس F، وجاي له من هنا مفروض رياكشن، مظبوط معايا؟ طيب بين F الشمال و F اليمين في مسافة رأسية ولا مفيش؟ في الرسم مومنت، انت شايف في مسافة هتعمل مومنت على الرولر، هل دي حاجة حلوة ولا حاجة مش كويسة ولا ايه؟ اكيد مش كويس. اكيد مش كويس، عشان اخلي المومنت ده بزيرو يبقى حلو طبعا، اعمل ايه؟ هو هنا الكون ده بيخلي يعني الفورسز تتحلل في اتجاهات عكس بعضها فتتلغي؟ لا لا استنى بس خليك معايا. لو انا قلنا في هنا مومنت، ممكن اميل الرولر بحيث التو اف يبقى قصاد بعضيهم. ما هي مايله يا ابني اهي، اميلها اكتر بحيث ان الاف اللي على اليمين والاف اللي على الشمال يبقوا قصاد بعضيهم بالظبط. طيب انت جبت فكره حلوه، ان عمليه ان عملت جزء كونيكال فوق وتحت احاول من خلاله اخلي المومنت بزيرو، يعني اخلي لو انا كبرت الرسمه كده بص، احاول اخلي شايفين الايد، احاول اخلي الحته دي قصاد الحته دي، طبعا دي ممكنه. في الحاله دي you are minimizing f minimizing l اللي هي الفيرتيكال ديستنس، جايز ما اقدرش اجيبهم بالظبط قصاد بعض، انما على الاقل اقللهم. فيبقى دي من مميزات انها هي ايه بقى في حتتين كونيك. خلاص معايا؟ اه تمام. اوكي طيب نرجع تاني، لو انا بقى عايز اجيب ان اي ان بتاعت الجير اي اهي، ان اي مع الاي مع الجي اهي، سبيد ريشيو ثابت، اقدر اطلع ان جي وهي الان اوت اللي هي الأخيرة بقى، وأطلع منها هنا إيه؟ إن جي جبتها من إن أي، كانت إن إي قبل كده في السلايد اللي فاتت، جبنا إن إي إن أي دي إي على دي بي، هحط هنا إن أي دي إي على دي بي وأضربها في دي إي على دي جي، إديني الإن مين؟ الإن أوتبوت. خلاص؟ طب حد بقى يقول لي، انا هخبي دي اسكتوش شفتوها، ليه عاملين اتنين رولرز؟ طب ما هي واحده قامت بالمهمه. تمام. طب ما في ممكن الديسك يقلب من الناحيه الثانيه. لا لو كان بص، لو كان وان رولر
يبقى الماكسيمم بتاعه فوق عند نقطة A والمينيمم قبل السنتر. لا مش لو نزل لتحت ما لازم B بقى يبقى كبير قوي. لا يعني لا انا قصدي ان انا قصدي ان الديسك هيميل بسبب البيندنج مومنت. لا يا الفرصه يا دكتور مش هتبقى اكوليبريم. هو يقصد مثلا لو احنا شلنا الرولر والديسك اللي هو دي هيبقى الديسك ايه عليه فرصه واحده بس من فوق، انما من تحت ما عليهوش حاجه، فممكن يحصل بيندنج او حاجه. خلاص يحصل بيندنج ماشي. افرض يعني دي يعني دي حاجه من الحاجات الحلوه برضه، ان لما يبقوا تو فورسز عند اي وسي هيلغوا البيندنج. طب حاجه ثانيه ممكن يكون ابتدى كمان الباور، يعني ليه علاقه بالباور. ماله بقى الباور؟ تمام. هو اننا اخد سرعه من اتنين دي ممكن تديني كونتاكت، يعني كونتاكت اريا احسن يعني. طيب حد تاني يقول حاجه؟ ممكن مثلا عشان السليبنج بيبقى عالي، فكده لما يعني بقلل نسبه السليبنج ان انا عندي مصدرين الباور اللي جايه لي، فلو حصل هنا سليبنج مش يعني ده هيغطي عليه او كده. خد بالك كمان حاجه، ان انا شايفين السلايد دلوقتي، يعني انا هنا مزود، انا هعمل لك علامه كده هرسم لك حاجه، انا مزود. بص شايفين اللي عملت عليه بالكحلي ده، شايفين الجزء ده؟ الجزء ده جواه ايه؟ جواه ديسك دي وجواه رولر سي، وخلى الباور سكرو يطول وعليه شافت بين دي واف وعليه ترس اسمه اف وعليه بيرنج. متخيل كل تكاليف ده عشان بس امنع سليب؟ يعني قارن دي ودي، يعني جاي قالوا لك اليونت دي يحصل فيها سليب 4%، واحد تاني قال لك لا ده انا هعمل الجزء اللي تحت ده وهيكلفني القيمة العالية قوي دي واخلي لك السليب بدل 4% بقي 1%. ايهما هتختار؟ خليها 4% مفيش مشكلة. خليها 4 مفيش مشكلة. فايه المكسب اللي انا خدته؟ طب هو في فكرة تانية ممكن كان كنا يعني قبل كده نقول مثلا لو في شفط هيلف على سرعات عالية وفي اكتر من كي فبنحطهم عكس بعض بحيث ان هم يبقوا بالانسد، يعني ما يبقاش واحد يعني بسبب السرعه عاليه. فبي ده ماله؟ انت بتكلم على الكيس ده ماله بدي؟ ايوه ممكن مثلا يكون انا يعني لما بكون بنقل السرعه في اتجاه يعني من ناحيه واحده فيخلي مثلا ان في لا ما اعتقدش. لا لو نص واحد بس يا دكتور اللي هو اللي فوق مثلا زي ما عمرو قال كده، موضوع الباور ده لو احنا خليناها اتنين ممكن مثلا بدل ما كنت اروح اشتري ترس عرضه مثلا 40 ملي ممكن اروح اشتري ترس عرضه 20 ملي لان الباور اتقسمت على النصين. الباور اتقسمت على نصين. طيب يعني النص اللي فوق ادى نص الباور والنص اللي تحت ادى نص الباور التاني، ده صح ولا غلط؟ يعني العشر حصان توزعوا 5 و5؟ ما اظنش. طب ولو كان نص واحد العشر حصان جت تعمل ايه؟ هتروح كلها على النص اللي فوق. طب ما تروح. طب ما كده العرض بتاع الجير مثلا هيختلف عشان يستحمل الباور دي. طيب كويس. طب بصوا انا يعني فكرت كده في فكرة. اولا هنا السرعات شايفين الرسم ده، لو بصينا الرسمة اللي انا حطتها لك تحت دي، دول التروس اللي هم دول، انا عندي F مع G وعندي فوق E مع G. يعني لو عملت رسمة كده ادي E وادي F وادي G. الترس G ده طبعا اتجاه الدوران بصله F anti clockwise، G clockwise، E anti clockwise، كل واحد واللي جنبه بيلفوا عكس بعض. خلاص معايا في دي؟ في حد عنده مشكلة في السرعات؟ ها
اوكي ان الترس جي بقى عليه تو فورسز، واحد جاي له من اف واحد جاي له من اي. خلاص طيب تعال نشوف التورك اللي جاي على جي. تورك يساوي فورس اوف ديستانس، فورس اوف ديستانس وجاي له من الناحيه الثانيه فورس اوف ديستانس، واف اي تساوي اف اف، فهيبقى التورك عباره عن ايه؟ اف اي في دي جي. لو كان من واحد كان يجي بكام؟ بالنص. يجي بالنص، يبقى انا كده جبت ايه؟ دبل ايه؟ التورك، يعني غيرت في السبيد وفي نفس الوقت حافظت على التورك ما تحسمش مني. السبيد بيتغير انا ما خدت دبل تورك، كاني خدت دبل تورك. طيب هنيجي نبص كده هنا برضو رسمه. طبعا التركيبه دي محتاجه كذا فيو، اللي هي الحته اللي انا بعملها بالكحلي دي، الحته دي محتاجه كذا كذا فيو. ازاي الرولر ماسك في الباور سكرو؟ اوكي دي عايزه شويه تفكير منكم. يعني انا هوريكم شويه رسومات كده. ده الديسك ايه ممسوك ازاي بقى ومعمول بهارد ماتيريال، وادي الرولر اهي، شايفين الحته دي بتاعت الرولرز، نهايات الرولرز اهي، وهنا راكب بيرينجز، وهنا راكب برضو سبرينج. يعني بقى الحته دي شوف انت يعني هاو يو ويل دو ات. يعني هنا حاطط تيبر بيرينج، حاطط واحد مش حاطط اتنين، ده ديزاينر عمله يعني. وهنا في سبرينج. لو نزلنا تحت الجزئيه هو ايه اللي ورا في الديسك ايه اللي ورا الديسك على طول ده؟ لما الدايبتين دول هو يعني لو ده بيرنج ده يبقى نوعه ايه ده؟ هو ده غالبا يعني طبعا ده مش انا اللي عامله، واخد بالك؟ دي ديزاين انا جايبه لك واحد عامله يعني. غالبا هنا هو حاطط بولز، يعني زي حاجه ثراست، واخد بالك؟ حاطط ثراست بيرنج تقريبا، حاجه بهذا القبيل، وتدي شويه فلكسبيليتي للديسك ايه، يبقى شويه ات كان سوينج، بس يعني ما تتخيطش بيها قوي يعني الحته دي. تمام. هنا برضو الجزء اللي انا عامل عليه بالبني ده، اللي هو الجزء عند الاي بقى، الجزء ده جزء اي، والاخضر ده الديسك بي. هنا حطت اتنين تيبر، طبعا ده بيعتمد بقى الجير ده هسبير ولا هيليكال. هنا برضو ده الجزء اللي تحت، وغالبا it's the same يعني similar، جزئين similar. وبعدين ده الخروج، ادي الشافت جي اللي هو انا عامل عليه بالاصفر، شايف صغير ازاي؟ طبعا الشافت اسف الجير الاصفر ده مين البيرنجز اللي شايلاه؟ البيرنج ده اللي على اليمين، وده طبعا هنا الريدكشن اللي هو عمله ده خطير جدا، شايفين الحته اللي عملت عليها بالكحلي دي؟ ايوه الدايمتر الاخضر ده طبعا تغير مرعب، بس هو يعني هيعمل ستريس كونسنتريشن عالي، بس هو الظاهر الديزاينر هنا اتزنق لانه عايز يحط بيرنج عشان ده يبقى سبورتد على تو بيرنجز، والترس صغير، شايفين يعني الحته دي عامله مشكله شويه. الشفت مره واحده بقى بالظبط نزل قوي، يعني ممكن تفكر فيها بطريقه تانية بقى، ان هو عايز يعمل تو بيرنجز، كل شافت من دول سبورتد على تو بيرنجز. هنا الجيرز بقى عندي اتنين انبوت جيرز وواحد اوتبوت جير، اللي هو الصغير ده اللي حصلت فيه المشكله الصغر قوي. ممكن طبعا هنا هو يعني ما يخليش الريدكشن
بين الترسين اللي هو يعني بين الانبوت والاوتبوت، شوف هنا الريدكشن كم مره، الترس الازرق ده كم مره قد الاصفر، ثلاث مرات مثلا او حاجه، ممكن تخلي الريشيو ده اقل من كده عشان ما تحصلش المشكله دي. هنا برضو بنشوف موضوع الرولرز، طبعا ده موضوع حته ظريفه قوي اللي هي الجزئيه دي، طبعا دي لازم تترسم في كذا فيو زي ما انت شايف الباور سكرو اهو بالاحمر كله، ومتثبت فين تحت، شايفين تحت خالص، لازم ليه سبورت. ولاحظ ان الباور سكرو من الحته اللي دخل منها لغايه مشي كل ده وما فيش حاجه بتعترضه، خد بالك من دي، يعني دخل من اول، من اول اليونت اهو داخل من هنا اهو، اوله اهو واخره اهو، يعني لما تعمل بلان مفيش حاجة بتعترض الباور سكرو، لاحظ الحتة دي من فضلك كويس. وبعد كده ادي الرولرز، وبص هنا كويس قوي كده دقق، هوريك حاجة هنا، الديزاينر برضو حاول يجيب الحتة المايلة، الكون هنا قصاد الكون هنا تقريبا اهم، شايفينهم تقريبا قصاد بعض، يعني هنا كده تقريبا دول على خط واحد تقريبا. وطبعا الرولر دي لازم تبقى راكبة على بيرينجز، ولازم تبقى حرة فري. وبعد كده الاتنين النقطتين الحمر دول تركيب الرولر مع الباور سكرو كويس. طيب بعد كده في حاجه برضو دكتور، هي الالفا بتاعت الرولر اللي حضرتك كنت لسه شرحتها من شويه، احنا قلنا ان هي ثابته، يعني طالما احنا ثبتناها هي بتفضل ثابته ما بين التو ديسكس، هل بقى لو انا شلت التو ديسكس ممكن الرولر دي يعني الفها كده والالفا بتاعتها تتغير عادي؟ لا لا لا، يعني هو في الكونستراكشن وانا بعملها انا بعملها على الفا ثابته، على الفا ثابته اللي انت جبتها من الديزاين. تمام اوكي. هنا لو بصينا في حته كده في الرولر اللي فوق، في حته شايفينها اللي بعمل عليها بايدي دي، شايفينها؟ اه حضرتك قلت المره اللي فاتت تقريبا ده زي مؤشر او حاجه بيوضح، يعني بالظبط ده مؤشر بيديني السرعه. طيب هنيجي هنا نبص موضوع الفورسز اللي كنت بتكلم عليه، اوكي هيدي بقى الاكسيال فورس اللي جاي، شايفينه بيتحرك ازاي، بعد كده بيروح على فين الفورس ده، شايفين السهم الاحمر؟ اه تمام واضح. الفورس ده بيتنقل من الديسك بالطريقه دي، وبعد كده يخش على التيبرد بيرنج، طب بعد كده يروح فين؟ يروح للأبر ريس عن طريق التيبر رولر، بعد كده يتنقل على البادي بتاعت الجسم نفسه. إن صعب ولا سهل ولا هي المشكلة كلها هتبقى في التثبيتة بتاعت الرولرز، يعني احنا مش متخيلين، مش صعبة قوي. فكر، ابتدي اعمل لها يعني اعمل لها بلان، ارسمها في بلان. هي تقريبا هتبقى دراع بصامولة ومتركب عليه شافت، صح كده؟ اولا الشافت يعني ده متركب فيه الرولرز، يعني بص انت اعمل ايه، ثواني كده، هو اصلا المفروض في حاجه زي جايد نوت او حاجه اللي هي اللي بتمشي على الباور سكرو، وبعدين هنفكر بقى ازاي اصلا هنثبت عليها الرولر. ايوه انا بقول لك دراع متركب عليه صامولة، والصامولة دي متركبه على الباور سكرو،
بص ودول طالع منهم، طالع منهم شافت متركب عليهم البيرنج اللي متركب عليه الرولر. هتاخد سكشن كده وحاول تشوف المنظر شكله ايه. السكشن ده هيبان فيه ايه؟ هيبان فيه الباور سكرو اهو، وهتبان حاجة تانية بقى، هتبان لك حاجة تانية هنا في الحتة دي. مظبوط؟ ايه العلاقة بين دول ممسكين ببعض ازاي؟ يعني ده الباور سكرو اهو، اوكي؟ ده الباور سكرو بتاعي. طيب الجزء الاصفر بقى اللي متعلق فيه الرولر اللي هنا ده ممسوك ازاي؟ وحاول كمان تاخد سكشن تاني، ممكن تاخد سكشن تاني برضو عشان يساعدك في فهم الجزئية دي. خد سكشن بقى كده اهو، اوكي، خد سكشن بقى كده اهو. ده يوري لك ايه بقى؟ الرولر والعمود بتاعها وكل الحاجات دي، مفهوم؟ طيب حد عنده أسئلة في الجزئية دي؟ في أسئلة؟ طيب طيب دلوقتي مفروض إن دي يعني حسب التعليمات بتاعت الكلية إن دي هتبقى آخر محاضرة، وبعد كده أنتوا هتبتدوا أجازة حسب ما طلع القرار لغاية 20 فبراير، وبعد كده هيبان الامتحانات هتبقى إزاي. أوكي؟ طيب فإحنا يعني إن شاء الله كده إحنا خلصنا المحاضرة. أنتوا عندكم توتوريال مع المهندس رامي؟ المفروض الساعة 12 ونص المفروض. طيب طيب فيعني حاولوا بقى في التوتوريال، خلاص الحسابات تقريبا احنا عملنا معظمها، ركزوا على بقى الكونستراكشن في الاكسرسايز ده. وخلال الفترة الجاية ان شاء الله اللي عنده اي سؤال، اي حاجة مش فاهمها، اي استفسار، بليز يعني اتصلوا بيا، مفيش اي مشكلة. اوكي؟ طيب وارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الكورس، الجزء يعني الجزء الاولاني اللي خدتوه ده يكون مفيد ليكوا في النواحي بعد كده ان شاء الله لما تشتغلوا. وبقيه الترم ان شاء الله هيبقى فيه تركيز على مواضيع تانية برضو هتبقى شيقه ليكوا ان شاء الله. اوكي؟ وبليز اللي ما كملش الحاجات اللي ناقصه على ال ام اس من فضلكم يسلمها. اوكي؟ طيب وانا بشكركم للفتره اللي فاتت، وارجو ان انتوا تكونوا يعني كلكم مبسوطين ومفيش اي متاعب عندكم، وتاخدوا اجازه طيبه ان شاء الله. واللي يعوز اي حاجه بليز يتصل بيا او يبعت لي على الايميل باي طريقه. شكرا شكرا جدا. لكم. العفو العفو. مع السلامه.